بسم الله الرحمن الرحيم. يوم شيكابالا نجم مباراة النهاردة ما بين نادي الجونة ونادي الزمالك. شيكابالا هو الأساس في فوز وانتصار نادي الزمالك النهاردة في ماتش مهم جدا، واحد من أصعب الماتشات لأي حد بيروح يلعبها في الجونة. احنا عارفين ملعب الجونة من الملاعب الصعبة دلوقتي في الدوري عشان موضوع تيارات الهواء، الملعب نفسه اللعيبة مش بترتاح عليه في اللعب. في كل الأحوال نادي الزمالك السنة اللي فاتت حتى كان واحد من الماتشات ضيع عليهم الدوري الملعب ده، لكن النهاردة نادي الزمالك وكارتيرون قدروا يتعاملوا مع الجونة ومع ملعب الجونة بشكل كويس، والفضل في الأساس في اللعيبة لشيكابالا. دايما بنتكلم على اللاعب المهاري، امتى اللاعب المهاري فعب هو الفيصل. مهارة فردية بتفك لك كل شيء، رغم ان في برضو نقط سلبية هتكلم عليها في نادي الزمالك، ولكن الأساس لازم النهاردة أشيد بيه هو الأداء اللي قدمه شيكابالا، خصوصا في الجانب الهجومي، وإزاي إن المهارة الفردية هي اللي بتفرق فريق عن فريق. الشوط الأول نادي الزمالك كان هو الفريق بيضغط، هو الفريق الأكثر استحواذا على الكرة، كان فيه أزمة كبيرة جدا إن الفريق كان كله طاير لقدام خصوصا من الجناحات، فكانت المساحات اللي ورا الفول باكس فاضية جدا، ونادي الجونة في هجماته المرتدة فعلا كان خطر جدا جدا جدا، خصوصا عن طريق السريع باسم علي. وضعا في الاعتبار ربما جونسون الباك الشمال ما كانش بيتقدم كتير في الشوط الاول، بس برضو كان بيتقدم. كنا بنشوف الحتتين دول فاضيين جدا عند نادي الزمالك، باسم علي كان خطورة واضحة في الشوط الاول، وكان نقابة قوسين او ادنى هو يجيب هدف التعادل بعد هدف شيكابالا. بس كانتين المشكلة في نادي الزمالك المسافتين دول، الفجوة اللي ورا الباك اليمين والفجوة اللي ورا الباك الشمال، طبعا في ظل تقدم وطيران عبد الله جمعة وحازم امام لمساعدة الجناحات نادي الزمالك. طيب الدنيا اول حاجة طبعا عن الزمالك لما شيكابالا قدر بمهارة فردية بحتة من غير، يعني هو عارف واجبات الوينجر. شيكابالا فعلا تحس ان هو مفيش مدير فني معلمه يعملها ازاي، دايما عارفين دايما زمان اللي بيحب شيكابالا من 2008 ازاي تضم لجوه وتشوط الكوره في الزاويه المعاكسه للزاويه بتاعتك، الزاويه البعيده ليه بتبقى بلايند سايد بالنسبه للحارس، ليه بيبقى فيه قدامه زي الستاره كده، ربما الناس تشوفها ويحمل الغرباوي مسؤوليه الهدف، لكن فعلا لو انت واقف مكان الغرباوي مش هتشوف الكوره ومش هتقدر سرعتها. وشيكابالا حطها حلو سريعه وعلى الارض، فكانت صعبه جدا جدا على الغرباوي ان هو يقدر يتعامل معاها. الهدف الاول للزمالك هدف فردي ومهاره بحته، مفيش فيها اي امور فنيه، مفيش فيها اي امور تكتيكيه، هو يعني سبيشال تالنت عند شيكابالا، بيقدر ان هو يخفف الضغط على فريقه، بدل ما هو بيلعب والنتيجة 0-0 بيبحث عن هدف الاول، لا بيكسر ده والفرقة بتلعب وهي مرتاحة 1-0. طيب نادي الزمالك زي ما قلت عنده مشكلة واضحة جدا عند عمر السعيد، ليه دايما بقول مصطفى محمد؟ طبعا فعلا مهاجم مصر الاول مميز عن اي مهاجمين مصر كلهم، سواء كان عمر السعيد زميله في نادي الزمالك او حتى مروان محسن او صلاح محسن في النادي الاهلي. مصطفى محمد بيقدر يزعج المدافعين، خلي منطقة الجزاء وجوه منطقة الجزاء. هذا عمر السعيد تاني زي مباراة نادي طنطا واقف في احضان المدافعين، يعني دايما عمر السعيد حتى لما بيستلم الكرة بظهره كل فكره انه يرجع الكرة للخلف او بيمررها عرضي لزمايله. هو يعني نفس مشكلة مروان محسن مع نادي الاهلي، ليه مروان مش مفيد لاي طريقة بتعتمد على مهاجم واحد، رغم برضه ان عمر السعيد قد يكون كسرعة لعيب افضل مروان محسن، اخف حتى مروان محسن، بس بيعمل نفس الاخطاء بتاع مروان محسن، بيشوف نفس الاداء في عمر السعيد. هو انك رامي نفسك في حضن المساكين، دايما بتستلم الكرة هنا وشك لمرماك وظهرك للمنافس، وكل اللي انت بتعمله انك عمال تلعب زمايلك. مش ده بس المطلوب من المهاجم لازم يكون عنده تحركات، لازم دايما تحركاته بدون كرة تبقى اكتر من فكرة ان انا محطة اللعب. على فكرة يعني بقت قديمة جدا في المركز 9 في العالم دلوقتي، فكرة ان حتى العب لك الكرة عشان مجرد بس انك تنزلها على الارض او تستلمها وترجعها لي
ما بقتش شايف ان فيها اي فايده. حتى في الهدف الثاني، لما نيجي نتكلم عن الهدف الثاني لنادي الزمالك، واحد من احلى الاهداف لنادي الزمالك السنه دي، وتحس ان حس فيه جمله تحركات حلوه جدا هنتكلم عليها، مهمه قوي تحركات الهدف الثاني. بس ثاني عشان اقفل الحته بتاعت المهاجم الصريح في نادي الزمالك، مازال مصطفى محمد فارق بفجوه كبيره عن كل مهاجمين مصر، بسبب ان هو بيهد الدفاع، بيتحرك بدون كرة كتير. الكرة حتى لما يكون مثلا في موقف واحد على اتنين، بيعرف ازاي النهاردة يهرب من الرقابة. مش كل همه او ما تجيله الكرة ان انا بصيها او ان انا العبها صح، عشان يطلع في الاخر قدام المدير الفني ان انا عملت جهدي او عملت الواجب بتاعي كمحطة لعب. لا 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 خالص، مصطفى محمد بيقدر فعلا يعني يعمل الخطورة خلال منطقة الجزاء، وبيلف بوشه بسرعة عشان يلحق ياخد بوزيشن كويس جوه منطقة الجزاء للكرات العرضية ده، حتى ما بنشوفوش عند عمر السعيد. وبالتالي مصطفى محمد عدم وجوده في المركز ده بيخلي نسبة كبيرة من جادة مركز تسعة حمان الزمالك فيها مشكلة. طيب تعالوا بقى نتكلم على واحد من أحلى أهداف نادي الزمالك الموسم ده، الهدف الثاني، ونتكلم على تحرك ثلاث لعيبة. شيكابالا لما استلم الكورة على الجبهة اليمنى، هو طبعا شفنا النهاردة كمية شيفتس ما بين أوناجم وشيكابالا كبيرة جدا، وواضح انها طبعا كانت واجبات من كارتيرون عشان يخلخل بيها دفاعات الجونة. بس شيكابالا لما استلم الكورة هنا هو، انا عايز اتكلم على حاجتين: طيران عبد الله مش من الشمال، ودخول أوناجم لغاية المنطقة دي عشان يعمل دور المركز عشرة. ازاي النهاردة الوينجر لما بيطير الفول باك هو بيخش جوه عشان يعمل الدور بتاع مركز عشرة او المهاجم التاني عشان يبقى مواجه للمرمى. شيكابالا قدر ان هو يستلم الكرة في المساحة دي وظهر له وبقى بشكل جيد، والكرة من اول شيكابالا لغاية لما وصلت لأوناجم وتحركه والقطع لغاية جوه ده اتلعبت من تمريرة واحدة. هنا بيبين لك قد ايه الهجمه كانت سريعه، في تفاهم ما بين اللاعبين. الكوره اتلعبت من الطرف للطرف وبعد كده دخلت لي قلب الملعب. ده جزء من مهارات لعيبه نادي الزمالك وهدف تكتيكي للخطوط كلها، مش بس ما بنتكلمش على مهاره شيكابالا زي ما كان في الهدف الاول، لا دي ده خط كامل لعب مع بعضه وقدر ان هو يكسر التكتل الدفاعي لفريق الجونة بلمسة واحدة، والتحرك الرائع من أوناجم من الطرف لغاية جوه. طبعا عقبال الفول باك يبدأ يفهم اللي أوناجم عايز يعمله، خلاص شكرا أوناجم انفرد بالمرمى وحط الكورة في الزاوية البعيدة للغربال، كان برضو صعب يتعامل معاها. هدف رائع وهدف مميز لنادي الزمالك، وطبعا إشادة لكارتيرون في الهدف الجماعي اللي حصل. لكن نقطة واحدة من النقط السلبية نادي الزمالك في المباراة دي، نادي الزمالك تحس ان هو بيلعب على هجمة مرتدة. الفريق ما بيجيب هدف على طول بيضربها، بيرجع بيضربها. انا افهم طبعا ان كارتيرون في الشوط الثاني كان عارف انه عنده مشكلة في المساحة اللي ورا الفول باكس، ولكن نادي الزمالك الشوط الثاني كله قدام فريق الجونة كان سايب الاستحواذ كاملة للجونة وهو بيلعب على الهجمات المرتدة، والفريق كان مرتد جدا جدا لنص ملعبه بشكل زايد عن اللزوم. ده خطر جدا. ليه؟ في اي كرة ممكن كرة ثابتة تصويبة من خارج منطقة الجزاء بتسيب الكرة كتير لفريق زي الجونة، ممكن يبغتك بهدف التعاون ما تضمنش. وبالتالي واحدة من النقطة السلبية في نادي الزمالك ممكن نحس كده انه عامل زي النادي الاهلي ايام لاسارتي، ان الفريق اللي في المباراة كان بيكسبها كان يروح يجيب هدف ويركن عليه، نادي الزمالك بيجيب الهدف ويركن عليه، جاب الجون التاني خلاص عملنا الزون ديفنس وسبنا نادي الجونة يطلع بالكورة. لا 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 خلاص، ده مش نادي الزمالك، ده مش ستايل نادي الزمالك. نادي الزمالك كفريق كبير، كفريق بيلعب على البطولات، حتى لو فريق متأخر في النقط لازم دايما يبقى الفكر بتاعه ان انا بحرم اي فريق ان يعمل خطوره على المرمى بتاعي. ان حتى لو انت جيت من الجون الثاني في وقت مبكر كان باقي اكتر من 25 دقيقه، ممكن الفريق الثاني على فكره يبغتك بهدفين، ممكن يديله ضربه جزاء، ممكن يديله كره ثابته، ممكن يديله هدف والهدف يديله دفعه معنويه الهدف الثاني، دي تعمل لك ازمه. فنقطه مهمه جدا على كارتيرون لازم يعرفها، ان برده كان يعني لحد ما كان بيعملها برده مع النادي الاهلي، فكره انك تجيب الهدف وتنام عليه، فكره انك تجيب حتى هدفين وتنام عليهم، لا ده غلط، ده مش امر مناسب لاسم كبير زي
اسم نادي الزمالك، ولكن في كل الأحوال نادي الزمالك ماشي على تراك انتصارات جيد في الدوري، وبدأ يقرب من مركز الوصيفة ومركز نادي المقاولين، عشان أعتقد في ربما الفترة الجاية هنشوف منافسة قوية جدا جدا للاقتراب من نادي الأهلي. ده كان تحليل سريع لمباراة نادي الجونة نادي الزمالك، وألف ألف مبروك لنادي الزمالك وجميع الزمالك، ومبروك يعني مبروك خاص جدا جدا لشيكابالا وأداؤه النهارده. شكرا جزيلا كريم صالح.